نلتقي من جديد أيها المبرمجون. درس 173 شرح برمجة كشف بحث المرضى. يوجد لدينا أرشيف كبير من أسماء المرضى وهم موجودون في بحث المرضى. لنرى ما هو بحث المرضى. بعد أن تم إدخال مريض جديد يتم عضه في بحث المرضى. يوجد بيانات وهمية، نحن تم إدخال 4200. لنلاحظ ظهر لدينا الأرشيف الخاص بهذا المريض، البيانات الخاصة به. عملية نقل مزدوج على هذا السطر يظهر لدينا بيانات المريض لكي ندخل له الحالات الطبية وال بعيد الشال عن كل ما هو مريض فيه، ويمكن تسجيل أيضا الأدوية الخاصة به وطباعته. سوف لا ندخل بهذا الدرس لأننا الآن سوف فقط نبرمج ونشرح البرمجة الموجودة هنا، كيف يعرض كل أسماء المرضى وكيف يتم عملية البحث وكيف يتم استعراض المريض عندما ننقل المزدوج. نلاحظ البرمجة الموجودة هنا خطوة خطوة. عندما ننقل على هذا الزر يتجاهل أي أخطاء يمكن أن تكون، ويظهر أو يفتح، يقوم بفتح ملف خاص بأسماء كل الزبائن، كل المرضى، ويظهر 4 جين زد. 4 جين زد إنه كشف نموذج خاص بالمرضى. نقوم بهذه الأداة، تعرض ما هو موجود ب A2 للO 65. هذه أداة تم تعديل عدد الأعمدة وعدد العمود المبرمج وعرض كل عمود لوحده لكي يظهر لنا هذا العدد الكبير من الأعمدة الخاصة بالمرضى. فإذا هذه الأداة الأولى. أما الأداة الثانية إنها 3 أداة متشابهة تساعد في عملية البحث. اللقب، عندما نسجل هنا وننقل على هذا الزر يتجاهل الأخطاء أيضا ويقوم بعملية إظهار وإخفاء. فإذا البرمجة ليست موجودة هنا، البرمجة موجودة في زر مخفي، الزر موجود في الأسفل. فإذا المستخدم عندما يقف يمرر الماوس هنا، نلاحظ عند تمرير الماوس على هذه الأداة تقوم إخفاء نفسها وإظهار أخرى، والأخرى التي هي مختبئة ولم تكن ظاهرة، هذه المختفية لها البرمجة. فالمستخدم ينقل على الأداة التي ظهرت فيظهر لدينا أولا تجاهل أخطاء، ثم متحول يأخذ ما هو موجود في التسجيل، ما هو موجود، ويذهب إلى نفس المكان ويحذف الأرشيف القديم إذا كان موجودا، ويأخذ عمود الN، عمود الN الذي هو خاص بالرقم، ويطلب عملية فلترة على أساس الجيم، على أساس ما تم تسجيله هنا، وبذلك يقوم بعملية نسخ. بعدما انتهت الفلترة نقوم بعملية نسخ من A إلى O إلى AA. نلاحظ أننا هنا لم يتم تفعيل الواجهة، ندخل ونرى ما هو الـ A وما هو الـ AA. نحن لدينا بيانات المرضى موجودة في القسم الأول من ملفات الإكسل من العمود A إلى العمود O، كل أسماء المرضى، لكن عملية الفلترة تتم هنا بالـ A. فإذا ما يتم استنتاجه ملصق هنا. فإذا المستخدم يرى من هذه الواجهة، الواجهة كان اسمها 4 جين زد، 4 جين زد. هذه الأداة تتغير من المجال الذي هو A للO إلى مجال الذي هو AA. نلاحظ أننا في الأخير بعد عملية الفلتر وبعد عملية النسخ واللصق كقيم نقوم بتغيير هذه الأداة لتأخذ مجال جديد الذي هو AA. فإذا نحن كمستخدمين نرى أن نفس الداتا وتفلترت لكنها تتغير بمكانها. الفلترة الخاصة باللقم
مختلفة عن الفلتة الخاصة بالاسم. لنرى الاسم ما هو الزيادة. عندما نضغط حرف أو حرفين من الاسم يتم استدراج جميع الأسماء. كيف؟ لأن هذه البرمجة الموجودة هنا تأخذ ما كتب وتضيف له نجمة قبل ونجمة بعد، وتقوم بنفس المراحل: الحذف وتحديد عمود خاص بالاسم والفلترة وأخذ المجال كله ونسخه ونسخه. لكن عملية النجوم عندما تقوم بعملية الفلترة تأتي بكل الأسماء التي تتوافق مع الكلام الموجود والنجمة قبل والنجمة بعد، وبالأخير هذه الأداة تعرض ما هو استنتج. فإذا النجمة غير موجودة باللقب لأن اللقب هو ثابت ويجب أن يسجل كاملا. طبعا اسم الأم أيضا كمان كعملية بحث موجودة فيها النجوم. انتهينا من الدرس 173 الذي كان قصير لكنه خاص بعملية بحث كل المرضى، ونلتقي بالدرس 74 إن شاء الله الذي سوف يعالج المراجعات القديمة التي تم تصنيفها وتم حفظها كالمرضى. شكرا لمتابعتكم، معكم جورج جوزيف قسم الصوم، نتمنى التوفيق للجميع. الهدف من شرح البرنامج زيادة عدد المبرمجين وزيادة الخبرات بيني وبينكم عن طريق التواصل بشكل خاص. شكراً.